خليكم يا يعني مشاهدي راح نتعرف على تفاصيل اكثر من خلال ضيفتي راح يشاركني الحديث وايضا ضيوفي الموجودين ويانا عبر سكايب. ارحب بدايه بالست بشرى شلال تربويه في قسم الحاسبات. مرحبا بك ست بشرى. اهلا وسهلا سيدتي وبقناتكم المحترمه. اهلا وسهلا نورتينا ست. وايضا ارحب بضيفي الموجودين يعني عبر سكايب الاستاذ صدقي الماجدي مدير مدرسه. مرحبا بك استاذ صدقي. حياك الله ست هبه وحيا الله ضيفتك الكريمه واشكر قناه الوطن على استضافتها لي وصب عدستها في المجال التربوي وجزاكم الله خير الجزاء. اهلا وسهلا بك استاذ. بدايه ارجع ويا ضيفتي ست بشرى. ست بشرى اليوم نريد نعرف رايك باداء وزاره التربيه خصوصا في فتره الامتحانات. اهلا وسهلا للمشاهدين الكريمين. من خلال خليه الازمه والاستثناءات اللي اعطتها لوزاره التربيه من للامتحانات الوزاريه للصف السادس ومن خلال الظروف الموجوده والمحيطه بالطالب، نلاحظ انه بكثر الاستثناءات لكن كانت الاسئله الموجوده والموجهه لطلاب الصف السادس اللي هي اللغه العربيه صعبه ومطوله، وهناك الكثير طبعا من التساؤلات من خلال الطلاب، يعني لانه كانت الدراسة إلكترونية وخلية الأزمة كانت دوام للسادس أكثر الأيام إلكترونية، فكان المفروض أنه تراعي الموجودين. الدراسة كلها كانت بدون استثناء كانت مو مثل السنين السابقة اللي حضوريا. نعم. نتأمل من وزارة التربية أيضا تعطي مجال للراسبين في الدور الأول أنهم يؤدون الامتحانات في الدور الثاني مع زملائهم. نعم ست بشرى خليش ويانا يعني ارحب بضيف الموجودين يعني عبر الهاتف الاستاذ قيس الكلابي مدير عام تربيه الكرخ الثانيه. مرحبا بك استاذ قيس. اهلا وسهلا حياكم الله. حياك الله واهلا وسهلا بك في برنامج المعتمد. بدايه استاذ قيس اليوم الطلاب يعني اليوم العالم تريد تعرف شلون الاسئله لهذا العام. شكرا جزيلا لاتاحه هذه الفرصه. الحقيقه يعني أسئلة هذه السنة شوية تختلف عن السنوات الماضية أو عن تجربتنا في العام الماضي. نعم. حضراتكم تعرفون صار سنتين نمر في ظروف استثنائية، موضوع الجائحة والدوام اللا حضوري وتجربة الدوام الإلكتروني وغيره. صار إنطاقات سنتين الماضية لكن تم مرحلة السادس إعدادي تختلف عن المراحل الأخرى جذرية، تختلف عن مرحلة البكالوريا بالثالث متوسط وبالسادس، لأن هاي بعدها استحقاقات ودخول الطلاب في حيز التعليم العالي وأي اتجاه راح يروح. العام الماضي شفتوا أنتم المعدلات العالية تبقت مشكلة للوزارة التربية وللتعليم العالي. نعم. العام الماضي المعدلات كان سببها من جهة أن وزارة التربية راعت الظروف، كانت الأسئلة يعني يسيرة، وراعت الظروف أيضا في قضية بعض المواد اختزلت، الكتاب اللي مثلا تقريبا 50 إلى 60% أعفي الطالب من عنده، وأيضا صار أكو فد يعني مجال واسع للطالب حتى يراجع المادة مرة ومرتين وأحيانا 10 مرات، لأن الامتحانات صارت في الشهر العاشر. في حين في السنوات الماضيه كانت الامتحانات الطالب ياخذ 40 يوم يراجع، فصارت عندنا معدلات عاليه. الان وزاره التربيه تريد تحافظ على استحقاقات الطلاب. الاسئله كلها اجت من الكتاب، هسه طالب يقول صعبه، طالب اخر يقول لا. ليش الطلاب اليوم يشتكون من الاسئله والاهالي ايضا؟ نعم انا جاي اجاوبك على الموضوع هذا. الطالب اولا الاسئله اكو طالب قال الاسئله خارج الكتاب، انا اجاوبك اقول لك ما لان واضعين الاسئله حرصوا على ان تكون الاسئله من داخل الكتاب. نعم. وبالتالي الطالب اللي قاري واللي متهيئ راح يشوفها سهله، الطالب مثلا اللي ما متعود على اسئله بهذا الشكل او مثلا يعني ما مهيئ نفسه راح يقول عليها صعبه، هذا التباين موجود عندنا، ولا احنا شلون نوزع الطلاب من كليات الطب الى المعاهد البسيطه العاديه، لازم يكون اكو نوع من التباين، لكن انا اللي اريد اكده و يعني اثبت عليه انه التصحيح راح يراعي الظروف. الاسئله ما بها شيء خارجي. لا تلقون الطلاب بشكل مبكر على اشياء راح تصير في المستقبل، احنا وزاره التربيه راس مالها هو الطالب. نعم. الشيء المهم بالنسبه لنا هو الطالب
والشيء الصعب بالنسبه لنا واللي يعتبر خساره على وزاره التربيه عندما يعيد الطالب سنه كامله، وراح خلينا ننفق امور كثيره، يعني يعيد الطالب سنه كامله يكلفنا كثير.